الفكرة أنا مع من كوني أخصائية أخصائية طب عائلة. أشوف الناس يومياً ونسبة انتشار الأمراض المزمنة في البحرين حالياً في المجتمع قاعدة تزيد. بناء عليه فكرنا في فكرة جديدة توصل للناس بطريقة مبتكرة نوعيهم فيها بطريقة حياة صحية. طبعاً طريقة الحياة الصحية تبدأ من المطبخ. حاولنا نوصل للناس أن الفكرة أن الغذاء الصحي هو عبارة عن أكل ممكن إحنا نعده داخل البيت ويطلع بطريقة لذيذة وصحية. طبعاً القالب اللي حاولنا نطلع فيه للجمهور هالمرة قالب مبتكر أن إحنا اخترنا المسابقة لأن هي طريقة محببة للناس وفيها تحدي وتوصل المعلومة. هذه بخصوص الفكرة وبخصوص الأهداف. طبعاً اخترنا المكان هذا لأن هو الناس نتواجد مع الناس في المكان. وطبعاً الحمد لله رب العالمين الله وفقنا في الفعالية. لاقت استحسان أغلب الجمهور الحاضرين حبوها حتى المتسابقين ويسألون أن متى راح نسوي سيزن 2. فإن شاء الله نحو مرات قادمة نلتقي وياكم في داية آيدل 2.